بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القائل خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة المسلمون، أهلا بكم ومرحبا في فتاوى الحج من دار الإفتاء المصرية. الوقوف بعرفة، هذا هو الركن الثاني بعد أن انتهينا من ذكر الركن الأول وهو الإحرام. والحج عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذا من بلاغات النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنها عبارة بليغة مختصرة موجزة تحتوي على معاني كثيرة، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، كأن هذا الحديث يبين أن عرفة هو أعظم الأركان بإطلاق. هذا اليوم المبارك الذي يباهي الله تبارك وتعالى الحجيج ويذكرهم عند الملائكة، هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذا اليوم المبارك الذي يبدأ الوقوف فيه من بعد الفجر، يعني من فجر يوم عرفة يبدأ الناس أو يبدأ الحجيج يتوافد على عرفة. ولكن متى يبدأ الوقوف الحقيقي ومتى يحسب؟ عند جمهور العلماء يحسب من بعد الزوال، يعني من بعد الظهر تماما يبدأ الواقف بعرفة، يقف جزء من هذا الوقت يعني معه إلى المغرب. لذلك قال الجمهور يستحب للواقف بعرفة أن يجمع بين النهار جزء من النهار وجزء من الليل، يعني لو وقف قبل المغرب بخمس دقائق، قبل المغرب بعشر دقائق، وأذنت عليه وأذن المغرب وهو واقف بعرفة فدفع منها بعد الغروب أتم الوقوف تماما. إذن يستحب للواقف بعرفة أن يجمع بين جزء من النهار وجزء من الليل، هذا عند جمهور أهل العلم. وعند السادة الشافعية عليهم رحمة الله تعالى أنه لو اقتصر على الوقوف بعد الزوال ولو لحظة تم الوقوف وكان وقوفه صحيحا، وهذا من باب التيسير على الناس. لذلك نعلم أن هذه المذاهب جاءت لتيسر على الناس، فلا ينبغي أن ينكر على المخالف في اتباع مذهب من هذه المذاهب المباركة التي هي يعني جاءت لرفع الحرج عن الناس. فالواقف بعرفة في هذا اليوم المبارك يدعو بدعاء كيفما شاء، بدعائه كيفما شاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الأنبياء في هذا اليوم المبارك، ولكن ليس معناه أن لا يدعو إلا بهذا الدعاء، وإنما له أن يدعو بخيري الدنيا والآخرة، يدعو بما شاء له وللمسلمين ولإخوانه، يدعو بخيري الدنيا والآخرة، فالله سبحانه وتعالى لا يرد سائلا ولا يرد يدا ارتفعت إليه في هذا اليوم المبارك. وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.